حياكم الله، والحمد لله وصلنا الآن للرياض، ومثل ما طلبتوا حفظت كل التغطية اللي كانت على سناب شات رحلة الصين، والآن بنرفعها بإذن الله لليوتيوب عشان تكون برضو كأرشيف رحلتنا مع هواوي للصين. الحين إن شاء الله رايحين رحلة مع هواوي، فبسعد هواوي شكرا. الآن رايحين إن شاء الله على دبي وبعد كذا على الصين. الله ليل تقنية بلا حدود، وفي باقي الشباب إن شاء الله أصور لكم إذا وصلنا هناك. فلوس طبعا. ان شاء الله كالعاده بحاول اغطي لكم اهم وابرز الحاجات اللي نشوفها. الحين في مطار هونغ كونغ، صراحة المطار صغير يعني ما توقعت كذا، أتوقع أكبر من الحالي، بس يلا أهم حاجة إنه خلصنا مرنا بسرعة. الآن وصلنا الصين، اللي قبل شوي في هونغ كونغ، والآن راح ندخل على الصين. الحين هذه تمشية بعض الأماكن في شنزن، بما أنه ويكند اليوم عندهم أو آخر الويكند. المكان هذا اسمه هابي هاربر، مثل ما تشوفون الناس جاية تتمشى، بس في كل مكان حاطين لك الأنوار هذه، شكل عندهم فائض بالكهرب. هذا المطعم والمفروض أن يكون فيه استعراضات هنا الآن، فتأكل وتشوف الاستعراضات هنا. المطعم هذا مطعم ياباني، أعطونا شيء الأعشاب، هذا أول شيء لازم تشربه، بعدين التحدي الأكبر بال هنا العروس. طبعا هذه الطريقة من التقاليد اليابانية على كلام سعود، انهم يطبخون لك الاكل قدامك وبعدين يقدمونه. طيب يلا. وفي مطاعم بالرياض تقدم ترى نفس الفكرة، مطاعم يابانية. والله طلق نار. هنا متجر دي جي اي الرسمي، يبي له زيارة صراحة. الآن رجعنا للفندق، وبكرة إن شاء الله بيكون فيه الزيارات مع مسؤولين هواوي، ونروح لمقراتهم والأمور هذه. اليوم كانت كذا بس، يعني إنه نريح وبكرة نكمل. بالنسبة للمدينة اللي إحنا فيها اللي هي شنزن، وطبعاً فرق التوقيت 5 ساعات تقريباً عن السعودية. العملة هنا اللي هي اليوان الصيني، طبعاً في هونغ كونغ اللي هو الدولار، في عندهم يعني دولار خاص فيهم، هنا لا اللي هو اليوان الصيني، ويعادل الريال الواحد يعادل 1.7 يوان. في كذلك أسئلة عن الشبكات الاجتماعية، يقولون كيف سناب كيف تويتر، طبعاً كلها محجوبة. وتحتاج انك تركب VPN عشان تقدر انك يعني تشوف المحتوى. وغير كذا انا مفعل اللي هو جوجل فاي، فالحمد لله انه اشتغل معي بالصين هنا بشكل تمام. طبعا فعلته على النكسس، والان شغال معي على الميت 10 برو يعني زي العسل. فبرضه بجرب الانترنت وبجرب الخط الامريكي هذا، بشوف كيف وضعه.
عاد الحين خلاص بنروح ننام عشان بكرة عندنا من الساعة 7:30 تقريبا أو 8 في عندنا جولات. بعطيكم أي معلومات تحصلها مثل ما قلت راح أعطيكم إياها أول بأول إن شاء الله، ممكن بعضها تنزل على الموقع يعني كتقارير أو باليوتيوب. It is a really, really big company which focus on one thing is how to connect. هذا حي كامل للإدارة حقت هواوي. الحين احنا داخلين نشوف بالباص. كل هذا الحي تم تعميرها بأسلوب تقريب صيني، وتم هندستها ويعني تعميرها من قبل مهندس هونغ كونغي. صراحة أنا الأجواء والشكل جميل جميل جدا. موجود البجع هناك. شوفوا يا جماعة البحيرة، هذا حي الإدارة، أو يقول لك هذا حي إيه اللي هو حي الإدارة. هذا معرض كامل في خدمات هواوي، والآن جالسين يشرحون لنا عنه. هذا سعود مالك الشركة. هذه الأعمدة الذكية اللي تعطيك الإنترنت وتقدر من هنا تشحن السيارات الكهربائية هي نفسها الموجودة الآن في دبي. نعرض بشكل هذا المجسمة مجسدة. هذا الكوماند سنتر حق هواوي، عنده 3D نظام كامل. معطيات فورية الطاقة للتكييف الكهربائية للمياه صرف الحد حنفي. هذه المدينة حاليا، هذه شنزن. الجيران للزوار في المول. الموقع علي. النظام هذا يحلل لك من كاميرات المراقبة كل شيء يصير الآن بالشارع، السيارات، الناس اللي جالسة تمشي، وبنفس الوقت ممكن أن يتعرف على ناس مثلا مطلوبين أو أي حاجة من التعرف على الوجوه. تقنيات التعليم الذكي من هواوي. هنا عارضين حلول خاصة بالميديا، بس شوفوا هنا البرنامج الإيديوس من أجمل البرامج اللي استخدمتها على الويندوز للمونتاج. وهنا الماك برو. طبعا والله عارضين لك كل التقنيات اللي ممكن تستخدمها القنوات. والله سريع سريع خلصنا الزيارة وعطونا الصورة الجمعية، حطينا برواز رهيب. الحين جايين بنتغدى مطعم عبارة عن قطار داخل طبعا من حي هواوي. طبعا شوفوا كل هالمنطقة هذه برضو في أحد المباني الخاصة بهواوي. عندنا الآن مدينة كاملة كلها أقسام ومناطق الهواوي. هذا أحد المباني حقت هواوي. أعجبني وجود الشعار حقهم Make it possible.
الحلو بالمكان هنا شوف الباخرة هذه طبعا فيها فعاليات وكل شيء. المكان هذا يا جماعة صراحة رايق رايق جدا، طبعا اسمه سي وورلد، يعني الجو رهيب والأماكن اللي هنا رهيبة، فعلا جو رايق وبس. هذا المنظر الليلي للفندق الآن، المفروض انه بالنهار طبعا بيكون أجمل ولا بالفارق، في هنا المسابح والشغلات هذه. هذه القاعة كان فيها عرس قبل شوي، كان فيها زواج، فشوفوا الآن الساعة كم، خلص الزواج وكل شيء، شغلهم هذا المعريس. وصبحكم الله بالخير، هذا هو المنظر اللي صورته أمس بالليل، الآن شوفوا كيف الجمال بالنهار. شوفوا السمك هنا، كل هذا سمك. احلى شيء الان الصباح انه متحمسين عشان بنروح المصنع ان شاء الله، مصنع هواوي، لكن ان شاء الله يسمحون بالتصوير، الاغلب انه بيقولون لا ممنوع. هواوي جالسين يبنون الآن في كل المنطقة هذه، راح ينقلون كل الإدارات الخاصة فيهم في منطقة 7 كيلومتر، يعني كأنها مدينة جديدة بتصير عندهم هنا. وشوف ستايل كيف راح يكون، في ستايل اللي هو الفرنسي وال يعني مأخوذ من أكثر من دولة، وفي بالجهة الثانية هناك راح يكون فيه المباني حقت الموظفين. الحين بالمصنع طبعا، اخذت جولاتنا قبل شوي ولبسونا الحاجات هذه. ايوه اقرب، يقول لك التصوير ممنوع، اخذوا الجوالات بس عاد ان شاء الله بعطيكم المعلومات، يعني مرينا على كل اللاين حق تصنيع الاجهزه. هواوي عازميننا بالمطعم هذا، المطعم جديد، يقول لك امس الافتتاح. طبعا كل واحد مسك رزاوي يصور، هنا في سمك. يا ساتر. الحين طلعنا من المبنى اللي تغدينا فيه، مبنى ثاني، مطاعم وأسواق، هذه كلها للموظفين. وقت البريك تعال هنا خذ لك لفة بعدين كمل شغلك، والله دلع. هلا والله مسهلا. احنا الآن بالمطار، وشفت الشباب كلهم يتكلموا عن المصنع. المصنع لأنه ما قدرنا نصور قبل شوي كان ممنوع التصوير، دقيقة ايش اللي ضاعت كذا، ايوه لأنه كان ممنوع التصوير، فأخذوا يعني كل جوالاتنا وكل الحاجات اللي معنا. لكن صراحة شفنا كل خطوط الإنتاج حقت هواوي، يعني خط الإنتاج الواحد يصنع باليوم 2600 جوال. التصنيع ما بين يعني الروبوتات وكذلك أشخاص عاديين،
يقول لك في بعض الأماكن يعني ما ينفع الروبوت يسويها، فلازم يكون في شخص عادي. بحاول إن شاء الله أني أكتب يا تقرير يا حاجة معني انطباعي، ولا نتكلم إن شاء الله فيديو على اليوتيوب يكون أحسن، ونلخص كل النقاط اللي شفتها داخل مصنع هواوي. في المطار حصلت إعلان الفيفو إكس 20 اللي هو كأنه ون بلس 5T.